نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لولاية سابعة. الخبر كان متوقعا، خصوصا وأن بري لم يدع لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد إلا حين أمن وتأكد بأن موقعه محفوظ. لكن ما أثار الدهشة هو انتخاب الياس بوصعب كنائب للرئيس، والمفاجأة ليست على صعيد الصفقة التي أجراها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع بري، فالأمر ليس مستغربا، لا سيما وأن باسيل معتاد على أنواع الصفقات كافة وبكل الأشكال والألوان والتحالفات فقط كي يحقق ما يريده. لكن 59 نائبا على الورقة والقلم أعلنوا أنهم سيصوتون لبري وابو صعب من الكتل النيابية، فمن أين جاء الفوز ب 65 صوتا؟ هل الصفقة العلنية كشفت عن أقنعة بعض النواب الذين يدعون السيادة والتغيير؟ وهل من رائحة ارتهانات وسمسرات تنبعث من كواليس المجلس النيابي الجديد؟ للإضاءة على هذا الملف ينضم إلينا رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور. أستاذ جبور أهلا بك. شكرا أستاذ سلمان. بعد ما حصل اليوم في مجلس النواب، كيف يمكن إقناع الناس والسياسيين بأن هناك أكثرية سيادية؟ بالحقيقة نحن من اللحظة الأولى قلنا أن الأكثرية هي أكثرية تعددية، يعني علينا اعتماد هذا الوصف. نحن لم نعد في زمن 14 أدار على غرار 8 أدار اليوم، يعني أدار اليوم ما زال لها عمود الفقري وقرار الموحد، وقد راينا السيد مصلى باوقات معينه دعا الى الافطار النائب السابق سلمان فنجي والنائب الحالي جبران باسيل، وبالتالي هو قادر على جمع ما لا يجمع. ولذلك نحن في اكثريه تعدديه، وهذه الاكثريه التعدديه هي اكثريه جديده، يعني لم تطور بعد اليات عملها وتنسيقها بشكل كاف، وخصوصا ان هناك صراحة بعض النواب الجدد الذين يفتقدون إلى الممارسة السياسية وإلى الخلفية الأيديولوجية، يعني أكيد نيتهم إيجابية ونياتهم طيبة. علينا، وهذا الاستحقاق جاء فورا بعد الانتخابات النيابية، ولذلك من المتوقع أن يحصل ما حصل. طبعا كنا نأمل غير ذلك تماما، وقد وضعنا كقوات لبنانية كل مجهود ممكن وتنازلنا عن حق، يعني نحن كقوات لبنانية لدينا كتكتل جمهورية قوية بالتحالف مع حزب الوطني الأحرار 19 نائبا، لدينا في دولة الرئيس غسان حسباني وهو من البارزين على مستوى الروم الأرثوذكس، وبالتالي تخلينا عن كل شيء. من أجل ماذا؟ من أجل وحدة موقف ووحدة صف، لأننا نعتبر أننا لم ننتصر من خلال كخط سيادي طبعا وكخط تغييري، من خلال وحدة موقف ووحدة صف. فعلنا كل شيء، تنازلنا عن كل شيء من أجل وحدة موقف ووحدة صف، ولكن للأسف بعض النواب والاعتبارات قد تكون متعلقة بغياب الخبرة المطلوبة ذهبوا باتجاه أنه ما يعطوا أو ينغصوا على اللبنانيين الفوز الذي تحقق في 15 أيار. طبعا علينا أن نعتبر بأن هذه الجولة التي حصلت اليوم هي جولة وليس انتهاء الحرب، لذلك عليهم أن يتحضروا وأن يتعظوا من هذه التجربة التي حصلت اليوم اللي هي من آخر الدنيا بطبيعة الحال. عليهم أن يتعظوا من أجل تحضير أي استحقاق في السلمان، عن الحكومة وعن الاستشارات وعن بعدين الاستحقاق الأهم في السلمان هو استحقاق التكليف. لماذا استحقاق التكليف؟ لأنه اليوم أنت كنت عم تقول وأنا كنت عم بسمعك، ما حصل اليوم هو نتاج باكج جديد في اتفاق بين الثلاثي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. هذا الاتفاق لا ينتهي مع انتهاء الجلسة اليوم. هذا الاتفاق سقفه هو الحكومة المقبلة. لذلك من أجل قطع هذا السقف ماذا علينا أن نعمل؟ معركة التكليف. إذا أخذوا التكليف ذهبوا باتجاه تأليف حكومة سياسية ب 24 قرار، فسوف تشهد عودة الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فناش. ولذلك من أجل أن تقطع هذه الطريق علينا أن ننتصر في معركة التكليف. ولذلك على الرأي العام اللبناني الذي انتخب النواب التغييريين والنواب الجدد أنه أن يحاسب كل من
بث اعتباراته الشخصية والذاتية والأيديولوجية والعقائدية والمصلحية على حساب وحدة الموقف ووحدة الصف التي مكنت فريق 8 آباد من أن يحافظ على إمساكه في نطاق المجلس النواب. وبالتالي الخطيئة ليست اليوم، اليوم حصل خطأ، الخطيئة في حال وصل هذا البعض نفس النهج في عملية التكليف عند ذاك لا يدفع الندم، لأننا نكون سلمنا البلد مجددا لمنظومة 8 آباد. وبالتالي كل هذه الشعارات التي يطلقها هذا البعض تكون شعارات فقط للمزايدة، ولكن بالعمل هم يخدمون حزب الله وفريق حزب الله. هل ستتابعون هذه الاتصالات والمشاورات مع باقي الأفرقاء لتوحيد الموقف أكثر؟ سلمان، سنعتبر أن ما حصل اليوم هو خطأ، وسنواصل بالتأكيد، لأننا نعتبر أنه لا يوجد خيارات أخرى. نحن في مواجهة مستمرة وفي نضال مستمر، لذلك نعتبر أن المعركة الأهم والأبرز هي معركة التكليف، ولذلك طبعا سنواصل حث وسنواصل تعبئة جميع المعارضين النواب، كل مكونات المعارضة والنواب شطط بطبيعة الحال، من أجل أن يعني نوعي البعض على خطورة ما حصل اليوم. نعم. وتلافي خطورة ما يمكن أن يحصل غدا. نعم. ولكن القوات تحالفت مع الحزب الاشتراكي تحت العنوان السيادي، واليوم ظهر أنه هو شريك بإيصال الرئيس بري، ولكن من دون التصويت طبعا لنائب الرئيس. خلينا نكون دقيقين سلمان، الحزب الاشتراكي بالموضوع المتعلق بالرئيس بري حصرا، هذا الموضوع لا يمكن أن نؤثر بزمن 14 أدار، بزمن صعود 14 أدار وخطابات النائب وليد جملاط العالية المرتفعة الساقط، لم خلص موضوع الرئيس بري، موضوع الرئيس بري له علاقة طابع تاريخي شخصي، الرأي علينا أن نضعه جانبا، ولكن الحزب الاشتراكي كان إلى جانب جنبا إلى جانب مع القوات في معركة نيابة الرئاسة. صح. واعتقد ايضا انه في معركه التكليف سنكون جنبا الى جانب في هذه المعركه السياديه، ولكن موضوع الرئيس بري له الطابع الشخصي. نعم. التاريخي العلاقاتي اكثر من الطابع الوطني السيادي التغيير. نعم. الاستاذ شارل جبور، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.